علاقة الاتحاد الدولي للعقارات بالمعارض الشبيهة بسيتي سكيب وبالسوق العقاري المصري؟ الاتحاد الدولي للعقار بيضم حوالي 64 دولة من أكثر من 48 سنة، وإحنا مصر أصبحت عضو في 2016 لأول مرة في الاتحاد الدولي في يناير 2016. وابتدينا السنة اللي فاتت عملنا أنشطة كتيرة ولقاءات مع المطورين ومع الحكومة، وإزاي الهدف الرئيسي بتاعها هو إزاي ننقل السوق المصري إلى سوق دولي. السوق الدولي معناه أننا لازم نهتم بالمعايير الدولية في البزنس بتاع العقار، إزاي نلتزم بقوانين والتشريعات اللي موجودة بره، عشان إزاي السوق الخارجي يشوفنا وإزاي إحنا نشوفه. إحنا عندنا مجموعة كبيرة من المشروعات الكبرى وسوق قوي ومشروعات قومية عندنا في قناة السويس وفي العاصمة وفي مشروعات كتيرة، والسوق يعتبر من أكبر إذا ما كانش هو أكبر أسواق الشرق الأوسط كحجم وكعادة على الاستثمار. دورنا ان احنا نعرف السوق المصري بالمعايير ديت، ودورنا ان نعرف الجانب الخارجي في ال 64 دولة اللي بيجرى في مصر. هل في مشاركة في معارض او مؤتمرات اخرى مثل سيتي سكيب خارج مصر؟ الاتحاد الدولي نفسه بينظم اكبر مؤتمر في التخصص سنويا، بيتنافس عليه عدد كبير من دول، كل دولة بينتقل من دولة للتانية. السنة اللي قبل اللي فاتت كنا في بنما ونقلنا الفيجن بتاعت بنما لمصر، وعرضنا قناة سويس في بنما، والسنة دي كان في ميبيم في كان، والسنة اللي فاتت واللي قبلها كنا مشاركين في المؤتمر العام بتاع التنمية العقارية في الهند سنتين، وكنا بندي محاضرات هناك وبندي سبيتشز عن مصر، بنشارك في أغلب الحاجات الخارجية. إزاي السوق العقاري أو المستثمرين بيستفيدوا من الاتحاد؟ بالنسبة للمطورين بالتحديد احنا بننقل لهم تجارب اللي بره، ولازم يبقى عند المطورين دايما معرفة بالجديد، بننقل تكنولوجي، بننقل خبرات، وبننقل القوانين والتشريعات الخارجية عشان تعاد صياغة قوانين مصرية بحيث تمشي مع المعايير الدولية. وحتى الأمم المتحدة أصدرت مجموعة من التعريفات للتنمية، وإحنا شاركنا على مدى سنتين ونص في البرنامج بتاع الأمم المتحدة في أكتر من اجتماع برا مصر، وإزاي ننقل بقى النتائج بتاعة التعريفات بتاعة الاستدامة والتنمية إن إزاي ننقلها للسوق المصري لكل العاملين فيه. مدى اهتمام الحكومة بالاتحاد؟ الحكومة أحد الأطراف، بيحضر منها ناس وقطاع الخاص ومع لجنة مجلس الشعب، يعني هي أحد الأطراف وبننقل لهم الكلام ده، هما يعني في استجابة من الجميع، وعندنا أعضاء من أماكن كتيرة، من شركات قطاع خاص وشركات قطاع أعمال وشركات دولية وشركات محلية ومن أكاديميين. هل حضرتك شايف أن السوق العقاري مفتقد فعلا للتكنولوجيا أو الدور اللي بينادي بيه الاتحاد؟ هو مش التكنولوجيا كتكنولوجيا، مفتقد للكفاءة، فإزاي يكون الكفاءة هي هدف مش التكنولوجيا. التكنولوجيا وسيلة، السوق العقاري محتاج يتعامل بكفاءة أكتر في مجالات فيها بتبان الكفاءة بشكل كبير جدا زي الانفراستراكشر. العالم إزاي بيفكر في الانفراستراكشر وكفاءتها، أن أنا ممكن بتكاليف أقل بكتير أحصل على عائد جيد، إزاي ندير المنشآت والمشاريع بعد التنفيذ، وبرضو دي أهم من إنشاء المشاريع نفسها. بشكر حضرتك جدا وألف شكر، شرفت حضرتك.